بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القيم التي أمرنا بها أن نبتعد عن البخل والشح، والبخل الابتعاد عنه ليس كرما، وإنما يكون الإنسان على حالة سوية. الكرم فوق ذلك، الكرم عطاء زائد ونامي، ولكن الابتعاد عن البخل قيمة مستقلة عن الكرم. حذرنا ربنا من البخل وقال: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. خلي بالك، اللي انت بخيل به ده مش بتاعك، ده ربنا هو اللي أتاك من فضله، هو خيرا لهم، بل هو شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. إذن فلابد علينا أن نهرب من البخل. والله سبحانه وتعالى يقول: فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فماذا كانت نتيجة هذا البخل؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم القيامة. يعني فقال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. البخل إذن مصيبة من المصائب، ابتعد عنه حتى تكون رحيما. تخيل أنه إذا رحمت الآخرين ورحمت نفسك ورحمت من حولك فإنك تكون قد ابتعدت عن البخل، وإذا أردت أن تدخل في دائرة البخل فقد ابتعدت عن دائرة الرحمة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. اللي يعيب الرجل إيه؟ أن يكون شحيحا بخيلا على أهله. الأهل والأولاد يحبون أن يكون الرجل كالبحر، وتكون المرأة مقتصدة وراءه، لكن هم يريدون منه ذلك الشعور، أن يكون شعور العطاء لا البخل. فالذي يعيب الرجل الشح الهالع والجبن الخالع، ينخلع قلبه فيفر في لقاء العدو، ولا تجده سد مسد الأبطال في الحياة أو في الحرب مثلا أو كذا، لا في حرب ولا في سلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. هذه أشد، كأن الإيمان والشح، إذا دخل الشح خرج الإيمان، إذا دخل الإيمان خرج الشح، هذه أشد. نحن نتكلم عن الرحمة، والحديث هنا يتكلم عن الإيمان. ولذلك يجب علينا ألا نبخل، وأن نكون على الحد الوسط، أو نكون ندخل كما قلنا قبل ذلك في الكرم. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.